اما هلا سلمى لفقرتنا الطبيه رح نحكي عن الاسنان يلي هن مرايه الوجه واساس ثقه الانسان بنفسه وشخصيته، لكن للاسف اليوم كثير من الاشخاص بيتبعوا سلوكيات خاطئه ان كان بتناول اطعمه معينه او التدخين او ايضا شرب القهوه، كل هي الامور ممكن تؤدي لتلف الاسنان ويصير يا سلمى في تغيير بلونها اصفر او بني وبيكون غير جذاب. صحيحه هايدي، ويمكن سابقا تحدثنا اكثر عن اسباب اصفرار الاسنان، اليوم رح نحكي عن كيفيه المعالجة وعن خلينا نقول التقنيات المستخدمة الحديثة وكل تقنية ليش بنستخدمها ومين مضطر يستخدمها، لأنه مثل ما بنعرف عالم التجميل عالم كتير واسع، للأسف كتير أشخاص بيروحوا لطرق تجميلية ممكن هي بدل ما تأدي هذا الدور هي تضعف أسنانه، لهيك لازم نكون حذرين ونعرف كيف نتعامل مع طبعا النعمة اللي عطانا يا رب العالمين اللي هي الأسنان وصحتها. كل التفاصيل رح نحكي عنها أكثر مع معلومات اختصاصية مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن زنيقة وهو اختصاصي تجميل. صباح الخير صباح دكتور. صباح الخير صباح دكتور. أهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور دائما بنقول إنه السن الطبيعي إذا كان سن سليم فهو ما بحاجة لإجراء علاجات، لكن اليوم فينا نقول إنه كثير الأشخاص بيلحقوا الموضة، فهذا الشيء عم بيؤدي يمكن لإنه يختاروا تقنيات ما بتناسبهم، خبرنا حضرتك عن هذا الموضوع. أول شيء سعد صباحكم وشكرا على الاستضافة الحلوة. أول شيء بالبداية بدي أعرف أنا شو يعني تجميل أسنان. التجميل باختصار بعيدا عن الحديث العلمي الجامد هو علم وفن وموهبة، مقصود فيه يعني أو الغرض منه أنك توصل أنت كمراجع لابتسامة جميلة، ما بدي أقول مثالية، الشكل المثالي يعني ممكن ما يكون الشيء المناسب إليك أو لغيرك، تكوني راضية عنا ضمن مجتمعك ضمن شغلك، ما لك حاسة بعيوب بشكل تبعك. هلأ تجميل الأسنان قبل ما كان شائع، وهذا لحد هلأ كتير ناس بتعرف يعني شو تجميل أسنان، بس بتقلك ابتسامة هلود. شو ابتسامة هلود؟ ما بتعرف يعني شو هي، فينير، هي قشور، هي تركيبات، كيف هي تبيض. في ناس بتفكر التبيض هو ابتسامة، يعني ابتسامة تركيب. فدورنا نحن كأطباء أسنان أنه نوعي. هلأ قبل فترة كان يعني الهم الناس بمجال طب الأسنان أنه ما يكون عنده وجع، أنه أسنانه سليمة من النخور ونظيفة. اليوم الكواليتي تبع طب الأسنان من ناحية التجميلية تطور رهيب. يوميا في تطور، يوميا في مقالات، يوميا في شغلات جديدة، يوميا في صراعات جديدة بالموضة. فواجب الطبيب المختص في تجميل الأسنان أنه لما يجي لعنده المراجع يقدم له عدة، بعد ما يدرس حالته منيح، بعد ما أنا كأنت توصل لعندي ادرس حالتك منيح، ناخذ الصور نحللها ندرسها، حط لك أكثر من خطة علاجية صحيحة ومناسبة. صحيحة ومناسبة، أنا مو بقول أنه الأفضل أو هيك، لا، في خطط مناسبة بناء على إمكانياتك المادية، بناء على الوقت. فأنا بختار عدة طرق علاجية وبقول لك أنا بفضل، مثلا بقول لك عندك طريقة واحد، طريقة اثنين، طريقة ثلاثة، أنا بفضل اثنين أو بفضل ثلاثة، عرفت كيف؟ ويعني بيتم هذا الشيء عن طريق النقاش يعني بيناتنا. طيب دكتور خلينا نحكي أكثر، اليوم أنواع كثير صارت للابتسامة البيضة مثل ما حضرتك وصفتها، ولكن تختلف علميا وطبيا وظائفها، يعني اليوم في أشخاص بنقول بحاجة مثلا لتغيير كلي مثلا بالابتسامة، مثلا في ناس صار معهم كبر سن ومع الدخان ومع القهوة ما عاد بيمشي الحال التنظيف العادي معهم يرجع لهم ابتسامتهم. خلينا نحكي شوي عن هاي الطرق، كل طريقة ايمت انت بتختار انه تستخدمها؟ يعني يوم لما بيجي عندك مريض اكيد انت لك رأيك ونصيحتك الخاصة بهذا الموضوع. هلأ اليوم مضى شيء اسمه سنان حلوة، ابتسامة حلوة، صفى اليوم مركب كامل ابتسامة، يعني سنان مع اللسة مع شفة مركب كامل هو ابتسامة كاملة. نحن لما نرجع بنرجع الابتسامة الكاملة، فاليوم هي يعني مصدر للثقة. يعني اليوم لما انت بتبتسمي بتحسي حالك انه انت متمكنة، يعني عندك متمكنة من قصة، مثل ما انت متمكنة بالشغل، متمكنة بأي مكان تاني بالحياة. ومثل ما قلنا قبل شوي انه في عندي خيارات تجميلية واسعة، قشور الفينير او الايماكس او الفيسينج، او ممكن بطرق بسيطة مثل التبيض او التقويم، انا اوصل لنتيجة اللي انا بدي اياها.
بس مثل ما قلنا الاختيار بتم بناء على دراسة الحالة. يعني انت بتوصلي لعندي مثلا اسنانك ما في شيء، اسنانك سليمة مع عفاية، يعني ما عندك نخور ابدا، وهون نحن بنبلش نحن برحلة التجميل معك. لما تيجي لعندي استشارة التجميل او استشارة الفينير نص ساعة على الساعة بس، بنقعد بندردش وبنحكي وبنحلل وما بنشتغل فورا، بروح اشتغل لتاني جلسة. فبختارك المناسب إليك، يعني بناسب إليك ما بناسب غيرك، عرفتي كيف؟ عدة حلول تجميلية مثل عنا أنت بتطلبي، بدي ابتسامة، ممكن أنت يكون عندك نخور، يكون عندك تهدم، يكون عندك أسنانك، هون أنت ما بناسبك الفينير أو ما بناسبك التبيض، لأنه لما أعمل تجميل أنت بتاخدي ميزة، الميزة ما بتنحط غير على شيء سليم. ماشي؟ مثل أسنانك سليمة فينا فورا نبدا بالتجميل، اما اسنانك خربانه لا، نحن بنبلش نصلح بعدين بنبلش بالتجميل. بنبهل ابسط طرق التجميل ابسطها واقل ضرر، فينا نقول التبيض. التبيض بينقسم قسمين، قسم بيتم بالعياده عن طبيب اسنان، وقسم بالمنزل مثل ما بنعرف التبيض المنزلي، اللي بيتم بالعياده عن طريق تبيض بالبلازما او تبيض بالليزر، والتبييض المنزلي نحن القوالب بنعملها للمرضى. طيب دكتور، اي افضل، التبييض الليزري ولا تبييض الابر اللي بنستخدمها نحن بالبيت؟ هلا مو انه اي افضل او اي بيعطي نتيجه اسرع، مو بالنسبه اي، هلا النتيجه الاسرع بتاخذي عن طريق الليزري، بس انا برايي الشخصي الاثنين بيكملوا بعض. يعني انت بتعملي تبييض ليزري او بالبلازما وبتتابعي منزلي لتحافظي على ديمومته. في منهم يمكن بيساووا الاثنين بنفس الوقت؟ لا مو الاثنين بنفس الوقت، نحن بنسوي ليزري بعد فتره نعمل منزلي. بس يعني طبعا هلا هي نستفيد بالحكي عن القصص انه كل امتى بنعمل التبييض اي شيء. كثير مرضى بيسالوا في يعني انه بضر الاسنان، بضر الاسنان اي شيء بتم بعياده طبيب الاسنان هو شيء امن. التبييض اللي بتم بالعياده وتحت اشراف الطبيب هو شيء امن. خليني احكي لك كلمه حلوه، التبييض هو عباره عن شو؟ هيدروجين بيروكسيد H2O2، لما نحطه على السن ونسلط عليه ضوء الليزر او البلازما بتفكك لمي H2O والO2 الاكسجين الوليدي، يعني لماء اكسجين وليدي. هالاكسجين الوليدي بفوت لجوا السن، بيفتح المسامات، بفوت بيطلع هالمواد العضويه وبيقضي لنا على الصبغه، بيرجع لنا اسناننا مثل ما كانت. يعني انه مواد كلها امنه ومدروسه، ما فيها ما في يعني خليني اعطيك كلمه حلوه كمان، التبييض هو لا نوع قاعدي ولا نوع حمض، هو عباره عن مثل ما بنسميه متعادل، يعني متعادل لا نوع مثل الاسيد. هلا انت عندك لما تاثير الفراوله او العصير او الكولا لما يشربها كل يوم او بروتين بيضر اضعاف اضعاف ما يضر التبييض. ماشي؟ طيب نحن قلنا التبييض هو عباره عن شيء متعادل، هو عباره عن مي مع شويه اكسجين وليد، بفوت لجوا السن وبحرر الصبغه وبيطلعها. طيب وين الضرر بالموضوع؟ الضرر لما يصير فيه تكرار ومبالغه بهالموضوع، يعني نحن بنبيض كل سنه سنه ونص مره، هذا اللي بيبيضوا على طول بشكل روتيني. ليش بيضر؟ لانه فوتت الاكسجين، تطليع المواد، فتح المسامات، تطليع المواد العضويه من السن، تكراره لاكثر من مره بالسنه هون بلش الضرر. هذا هو اللي بضر بالتبييض. اما نحن ما دام بالتبييض عم نلتزم بتعليمات الطبيب وضمن اشراف الطبيب، نحن هون يعني ضمن السليم. اما التبييض اللي بيتم بالمنزل يعني نحن بنسميه خارج سيطرتنا. اكيد انا يعني احيانا انا يعني باكد كثير على المرضى انه يلتزموا، حطوا هالاله بثلاث اربع ايام وهالمده. بحطوا ثلاث اربع ايام ما بيض، بحطوا اسبوع، بحطوا 15 يوم، يعني بتفكر كل ما زاد الايام بده يبيض زياده، بيرجع بحساسيه عاليه. هي احد السلبيات للاسف بموضوع التبييض. يعني نحن مثل نحن باي شيء باي شيء مهنيا واخلاقيا، انا مثل ما بدي احكيك على الايجابيات يا حكيك على السلبيات. التبييض فيه حساسيه اول فتره، اول 24 ساعه 48 ساعه،
الطبيب المنزلي لما عم يتم دون الشروط الصارمه اللي احنا بنحطها عم يعمل حساسيه، عم يتسرب للسه، عم يعمل ضرر، يعني عمل ضرر للسن. ممكن يوصل لاحتقان، احتقان العصب، بطل يوقف الوجع لحتى توصل لمرحله سحب العصب، ونبلش بمشاكل اللي نحن بغنى عنها. اي شيء بيتم بالتزام بالتعليمات الطبيب فنحن هون يعني ضمن السليم. اكيد. دكتور خلينا نحكي كمان عن شغله كثير مهمه، واللي هي في كثير اشخاص صاروا يعتمدوا طرق جديده بعدين بيندموا، يعني بيروح بيعمل مثلا بيركب اي تقنيه من التقنيات اللي حضرتك حكيت عليها، بيطلع في شكل غلط، بنصير بنلاقي لسه شوي لونه متغير مع الوقت، وهالبياض الفاقع اللي حتى غير طبيعي، يعني الناس بتستهجن لما بتنظر للشخص اللي عامل هاللون الابيض الفاقع كثير، مع الوقت بحاول بده يعدل، هل بيقدر او لا؟ هلا انت ذكرتي عده نقاط، ذكرتي التهاب لسه، وذكرتي شكل غير مناسب، وذكرتي اللون. ماشي، نحن من البدايه هاي الامور نحن نتحكم فيها من البدايه. يعني مثل قلت لك الطبيب، يعني انا باكد مثل اكدت مقابله سابقه، اعطي الخبز خبازه ولو اكل نصه. يعني نحاول نحن نختار الطبيب الصح، الطبيب المتمكن باختصاصه. مثل انا اليوم انا بتجي على عيادتي ما اشتغل غير تجميل الاسنان. نحن فريق كامل، في فريق جراحه، في فريق تقويم، يعني نشتغل نحن عده تخصصات. اليوم اليوم طب الاسنان تطور خير كثير، تطور بشكل واسع، ما ضل هذا الدكتور هو اللي بيشتغل كل شيء، ما حتقدر تعطي، بينما انت يعني كل تركيزك باختصاص واحد حتعطيه 100%. عرفتي كيف؟ موضوع اللون، انا رح نبدا بموضوع اللون، موضوع اللون نحن اكثر موضوع بيتعبنا بصراحه. يعني انا بدخل معك بنقاش نص ساعه واخر شيء يعني ما بيعرفوا يختاروا اللون، ما بيعرفوا يختاروا اللون. هي 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 وبالنهايه رغبه المريض بتغلبنا. نحن انا بحاول ورجيك الصور، بحاول هذا بيلبق لك هذا ما بيلبق لك، بس اخر شيء رغبتك هي اللي باللون. الابيض الفاقع هلا هو ليكي اول فتره بيكون حلو، بس بعد فتره بصير يحس الواحد حاله نشاز. يعني بحس يعني اول فتره بتكوني مبسوطه كثير انت انه اسناني بيضه، بعد فتره تحسي انه حالي غريبه. غريبه الواحد ياخذ بياض، بس مو هذا الفاقع جدا جدا. وانا من بين كل 20 حاله لاشتغل حاله واحده انه تكون بياض فاقع. وتقريبا اليوم نحن اول ما طلعت صرعه التجميل ب 2016 ما قلت لك هذا ما كان يعني مع التطور حتى ندخل التجميل اسنان كله، يعني التجميل يعني ابيض. هلا في ناس عامله اسنان بيضة والله كثير حلوه هي، بس لانه بياض عم تجي تبدل وتركب شيء طبيعي. طبيعي فاتح شوي. ماشي، في ناس تيجي عندي بتقول لي ركب لي شيء ما يبين اني مركب. بيكون عنده مشاكل باسنانه، عنده نخور، عنده تراكمات، تقول لي ركب لي شيء انا بدي ابتسم ابتسامتي حلوه. طب هون شو بتركبوا دكتور هون؟ هلا مع هي الحاله شو بتتعامل؟ هلا التقنية المناسبة إذا فينا نقول؟ قلت لك أنه نحن عندنا عدة تقنيات بحسب ما بتناسب حال الشخص. يعني أنت اليوم أنت عندك نخور وأسنانك متراكبة بشكل كبير وتهدم وأسنان مسحب عصب، أنا أكيد ما راح أطلق بينير أبدا، وأكيد ما راح بيض لك إياهم. نحن هون بنلجأ لشيء اسمه التركيبات التجميلية. يعني أنت شلون بتلبسي سن خلفي أو سن تلبيسة، نحن يعني بنلجأ أنه هالأسنان ما فينا نركب لها بينير إنما تلبيس. عرفتي كيف؟ الفينير والقشور انا حاستفيض على الحديث عنها، بس قبل انت لما يكون كان عندك مشكله بسنك الامامي يعني كل المراجعين عم يراجعون من 2010 2012 فما قبل، عم تلاقي اي حدا مجمل اسنانه كله تلبيس كله تركيب، ما كان فيها القشور وهاللي موجود هلا وهالتطور الكثير كبير. عرفتي كيف؟ فاما اذا كان اسنان سليمه اسنان ما فيها شيء، ناس بتستهجن احيانا انه هي ليش عم نجملها؟ عرفتي كيف؟ هون التجميل الحقيقي. هون التجميل، التجميل مو بالتركيبات. التجميل هو بالقشور اللي انا ما بعمل مجزره بالاسنان. هذا اهم شيء يمكن. المجزره بتنعمل امتى؟ البرد الكبير، لما يكون اسنانك انا بدي اجلس لك اياها هون كثير مايلين بشكل، اذا هي طبعا انت رافضه التقويم، او انه يعني متهدمين او يعني منخورين كثير او مسحوب اعصابهم، هون ما بيتوزع الفينير. اما الفينير هو او القشور هو اللي انا ببرد نص ميلي مو اكثر، او
مجرد تخشيم بسيط. هلا لنحكي على موضوع البرد، ناس اكثر شغلتين بخافوا منهم ومترددين جدا قبل ما يعملوا التجميل، موضوع البرد، موضوع التهاب اللثه، موضوع برد الاسنان. لنحكي كلام علمي ما فيه فيصال ولا واحد بالمليون، ما في اي جهه علميه بتقلك انه فيني لزق قشره على السن بدون برد. والدكاتره اللي بتنزل مبدا الدعايه انه انا بدون برد، هذا عم يغشوا العالم. ماشي. سطح السن الميناء ملسى، فما في اي كلام علمي بيقول لك انا فيني لزق شيء على شيء املس، حيفلت بشكل سريع. ثاني شيء سطح الميناء متعرج، ما انه املس بشكل كامل، هو املس لكن متعرج، ما انه على استقامه واحده، حيضل في فراغات، هاي الفراغات حتجمع اكل بتعمل لي التهاب السن بالنتيجه. فنحن لو تخشيم بسيط، انا ما عم اقول برد، فنحن تقريبا عم تراوح من 0.3 ل 0.7. هذا موضوع البرد بالقشور، نحن بنبرد من 0.3 ل 0.7، بنضل ضمن الميناء اللي هي السبب الاساسي انه يخلي العدسه تلزق لاطول فتره ممكنه. اكيد. تمام دكتور عبد الرحمن، يعني اليوم هيك كمان حكينا شوي عن التبييض ووسائله، والافضل منه بدنا نشكرك لوجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا كثير لك دكتور.